ثورة الصحراء الغربية الآن في هذه الأشهر وفي هذه الأيام وهذه الأسابيع هي على النقيضين، هي في منعرج حقيقي، إما أن تؤول إلى الاستقلال خلال سنتين أو ثلاث سنوات، أو لن يكون فيه فرصة مثل هذه الفرصة. لا نقول أنه لن يكون فيه استقرار. لماذا هذه الفرصة؟ لماذا تتكلم وتقول لي أنه هذه الفرصة؟ ما الذي يميز فرصة محورية؟ نعم. ما الذي يميز؟ سأجيب. خليني أقول لك، خليني نربط لك بأنه القارة السمراء تعيش تجاذبات كثيرة، تعيش توترات كثيرة. هذا أيضا لا يبعدها عن التجاذبات والاستقطابات الدولية الكبيرة. نعيش اليوم ونشهد اليوم ظهور أقطاب جديدة، صراعات، استقطابات كبيرة إلى المدى التحرري الذي تعيشه إفريقيا خلال الأشهر الأخيرة وخلال السنة والسنتين الأخيرتين. لكن قبل ذلك خلينا نروح إلى طالب علي سالم، الناشط والمحلل السياسي. إذا كنت ما زلت معنا، فعلا المغرب يعيش واقع مرير، احتجاجات، واقع اقتصادي، خيبات دبلوماسية متتالية بدءا من قرارات المحكمة الأوروبية إلى قرارات المحكمة الإفريقية، الانتكاسات الدبلوماسية المتتالية للنظام المغربي ونظام المخزني، الاحتجاجات اليومية التي يعيشها في المغرب. هل هذا الشيء كله ما زال الشعب الصحراوي لم يستغله، أو ما هي أو أين تكمن صعوبة استغلال هذا الواقع؟ أين الخلل بالنسبة للشعب الصحراوي اليوم؟ أعتقد أن نتوافق تماما مع ما قاله الأستاذ معك في الأستوديو على أن الثورة الصحراوية تعيش موقف حاسم بالنسبة للقضية الصحراوية، وكما قلت في التدخل الأول على أنه قضية الصحراء الغربية تعيش آخر مرحلة لها، لأنه الكل قال ما لديه طيلة 50 سنة، المواقف الدولية ومواقف القارية والمواقف الإقليمية ومواقف المنظمات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، المواقف المحاكم الدولية كذلك، كل هذه المواقف بقيت واضحة. فالدور الصحراوي اليوم تعيش مرحلة حاسمة بالنسبة لها، ويجب على الشعب الصحراوي أن تكون يكون له القرار أن يكون أو لا يكون، وأن يجسد الشعار الصحراوي الذي يقول تحرير كل الوطن أو الشهادة. ما هو المطلوب إذن؟ ما هو المطلوب؟ أنت تتكلم على رأي عام دولي موجود، تتكلم على تضامن شعبي موجود، لأنه القضية الصحراوية تعيش التفاف دولي، خاصة في السنوات الأخيرة التفاف دولي كبير. هذا الالتفاف موجود، التضامن موجود، الرأي العام موجود. ما هو المطلوب اليوم وما هو المنتظر خلال الأيام والأشهر والأسابيع القادمة؟ أستاذ الكريم، القضية الصحراوية قضية واضحة، وهي قضية تصفية استعمار، فمن الجهة القانونية هي قضية واضحة، ومن جهة ما تقوله كذلك القارة الإفريقية هي قضية واضحة، لكن كل ما يحدث الآن في المنطقة وكل ما يحدث في العالم، التشابك ما بين الصين وروسيا مع القطب الغربي عبر حرب أوكرانيا التي ستذهب بالعالم إلى عالم متعدد الأقطاب، كذلك ما يحدث في المنطقة في بوركينا فاسو وفي مالي أو حتى في النيجر هذه الأيام، والتحرر من القوة الاستعمارية الفرنسية وهذا الخطاب المعادي لكل أنواع وكل أشكال الاستعمار في إفريقيا، كل هذا نرى أنه يدعم حق الشعب الصحراوي ويدعم تقرير مصير الشعب الصحراوي ويدعم تحرر الشعب الصحراوي من الاستعمار والاحتلال المغربي ويدعم كذلك الدولة الصحراوية. ما يجب فعله اليوم هو استغلال المرحلة الحالية، أي نحن في مرحلة حرب، ويجب على الشعب الصحراوي ويجب خصوصا على جبهة البوليزاريو كقائدة للشعب الصحراوي، كممثل وحيد وشرعي للشعب الصحراوي وكقائدة للدولة الصحراوية، أن تصعد في هذه الحرب لنذهب إلى سيناريو جديد حيث يمكن للمجتمع الدولي ويمكن للمغرب أن يبدأ في قبول ما تطرحه الأمم المتحدة، وهو استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وإنهاء استعمار الصحراء الغربية. نعم، علي سالم. لم يحدث ذلك أستاذي إلا بتصعيد عسكري مطلوب الآن وتطلبه المرحلة على الأرض. علي سالم، من الذي ما يجب أن يقوم به الشعب الصحراوي اليوم لمواجهة ولمواكبة كل هذه الأحداث التي أعتقد أنها في صالح القضية الصحراوية، سواء كانت الأحداث العالمية والتوجه نحو عالم متعدد الأقطاب أو الأحداث الإقليمية ما يحدث في إفريقيا ومحاولة التحرر من الاستعمار، كل هذا في صالح القضية الصحراوية. والسؤال المطروح هو ما يمكن للشعب الصحراوي أن يقوم به اليوم؟ أعتقد ليس كمحلل سياسي بل كثوري صحراوي، كمواطن صحراوي، أعتقد أننا نحن كصحراويين يجب علينا حقيقة التوجه نحو نوعا ما حوار وطني داخلي صريح، نتساءل أين نحن إلى أين نريد أن نصل كشعب صحراوي، ورسم خارطة طريق تتوافق مع ما يحدث في المنطقة وما يحدث في
في في في في كل العالم، ورسم استراتيجية تحرير وطني واضحة، واللجوء بعد ذلك إلى كل أصدقاء وحلفاء جبهة البوليزاريو والدولة الصحراوية للاستنجاد لمساعدات عسكرية، لا مساعدات إنسانية ولا هم يحزنون، مساعدات عسكرية، وأن نقلب المنطقة في الصحراء الغربية لحرب شاملة تضع ليس المغرب فقط بل تضع كذلك المجتمع الدولي أمام واقع جديد، حيث يجلس مجلس الأمن الدولي ويغر بحق الشعب الصحراوي الذي كما قلنا معترف به دوليا وهو استقلاله عبر استفتاء وفرض سيادته على الدولة الصحراوية. أعتقد على أنه حان الوقت للشعب الصحراوي وكذلك حان الوقت على قيادة جبهة البوليساريو أن تبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تصعيد عسكري وحرب شاملة في الصحراء الغربية تضع المغرب وحلفائه والمجتمع الدولي أمام واقع جديد، والشعب الصحراوي والشباب الصحراوي في كل الاستعداد للمشاركة في هذه الحرب التي نريدها حربا شاملة ضد الاستعمار المغربي. نعم.